وهذه تحية خاصة من عند الفنان الشعبي منصيفة الخويا عادل صالصة، وأجمل تحية لخويا هشام استوديو زريد أو ناس المحمدية. والله ربي توحش أمي، والله ربي توحش أمي، مصاب تجي عندي وتقول لي يا ولدي، مصاب تجي عندي نسمع كلمة ولدي، وأخوتي توحش أمي. نمشي نقطع الجبال، متلها ميبان نمشي نقطع الجبال، أمي.